إنه الصحن الكاظمي الشريف في صبيحة العاشر من المحرم الحرام، حيث اجتمع المؤمنون للمشاركة في شعيرة قراءة مقتل الإمام الحسين عليه السلام وإخوته وأبنائه وأصحابه. لقد توفقت لارتقاء منبر العتبة الكاظمية المقدسة ممثلا عن خدمة الجوادين عليهما السلام، وأبدينا العزاء وتشاطرنا الحزن والبكاء مع قلب صاحب العصر والزمان سلام الله عليه، ومعنا ثلة من خدمة الإمامين الجوادين وزوار الإمامين الكاظمين عليهما السلام، وهذا بتوفيق من الله عز وجل وتوجيه من خدمة الجوادين والأمان العامة للعتبة الكاظمية المقدسة. وفق الله الجميع لإحياء العزاء الحسيني في أيام عاشوراء. بكاء ونحيب ولطم على الرؤوس والأوجه، هكذا هو حال العاشقين عند ذكر مصيبة الطف التي بكت عليها حتى ملائكة السماء نسبة للظلم الأموي الذي لحق بأبناء الرسالة المحمدية الأصيلة. تمثل المجالس الحسينية الموجودة بالعتبات الحسينية أو بالحسينيات أو المناطق الشعبية أو غير الشعبية وكل بقاع العالم، تمثل إحياء هذه الشعيرة وامتداد للإيمان المحمدي والاستمرار بهذه الشعيرة، إحياء للدين. كون التضحية من قبل الحسين وأصحاب الحسين هي لإحياء الدين ولمقارعة الظلم والظالمين. هذه الشعيرة وهذا النداء تمثل، والمقتل الحسيني هذا درس الأمة، هذه درس الأمة. أنا قرأت مقتل الحسين أول سنة 2004 في الصحن الشريف، والتسجيل موجود إن شاء الله. فالمقتل الحسين دروس تعطي هذه الأمة، درس لشباب الحسين علي الأكبر والقاسم وأصحاب الحسين، كلهم دروس في للأمة والعالم الإسلامي. قدموا هذه الضحايا وهذه القرابين لهذه الأمة، أسأل الله تعالى أن تكون درسا لنا وللأمة الإسلامية. في كل عام من يوم العاشر من شهر محرم الحرام يقيم خدم موسى والجواد عليهما السلام مراسيم قراءة أحداث معركة كربلاء، حيث يبحر المؤمنون في سفينة الكاظمين ليعيشوا أحداثا حزينة، وهو ما يجسد قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تنطفئ أبدا. لبرنامج هنا الكاظمية على الأنباري.